والنبي يا اخويا سيب الصينيه وانا هبقى ارجعها لك. وحياه ابوك كنا عايزين كرسيين ورا قدام الشاشه عشان نظري ضعيف. كرسيين ايه يا باشا؟ هما طفوا النور ليه؟ الظاهر الفيلم هيبتدي ولا ايه؟ اهو الحياة يا بت هيبوسها هيبوسها هيبوس ايه يا بناي؟ امال احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول انك اتسطلت يا اخويا وهطشك قلمين عشان افوقك. يا بت اتسطلت ايه؟ ما الفيلم شغال اهو والدنيا حلوه وما تبوظيش اللحظه الحلوه دي بقى علينا. لحظه ايه يا بناي؟ ما تعمل لك قفله بقى. احنا يا اخويا كنا قايمين هنروح السيما وانت خدت لك سيجارتين واتسطلت. لا يا شيخه يا بت يا بت خلي الحظ يقول كلمته في الصمت من غير ما حد يتصنت علينا. يوه يا سيد ما قلت لك اتلم بقى واعمل لك قفل، مش عايزين فضايح يا اخوي، الناس شايفانا وحوالينا، احنا قاعدين في الجنينه. يا بت جنينة ايه؟ الناس كلها قاعده بتتفرج على الفيلم ومحدش مركز معانا. يا لهوي يا سيد، وانت يا اخويا ما بقتش عارف ليلك من نهارك؟ اتعميت يا واد ولا ايه؟ يلا خلص قول يا اخويا اللي في بطنك. قول يا اخويا وبطل رغي كتير عشان انا خلاص خلقي ضيق وما بحبش الرغي. الله الله الله، بقول لك ايه يا وز؟ ما تعكننيش عليا بقى، خلينا اتفرج على الفيلم بمزاج، ده كله بوس، والا هقطع لك تذكره في الحفله اللي بعديها ونقعد هنا حتى مطلع الفجر. وطلع الفجر علينا. خليك يا اخويا خليك اتفرج انت على السينما. اه وانت مش هتفرجي ولا ايه؟ بس بقى خليك يا اخويا تابع كمل انا اكل. بصي بصي الحته دي، بصي بصي كان خلاص هيزنوها وبوسها. بصي بصي شوفي مع انها اختي لكن وربنا يعلم لا بكلمها ولا بروح ازورها بعد اللي عملته معاكي، ما مفيش مخلوق يرضى بكده ابدا. عشان كده قلت الفدوى تجيبك مخصوص النهارده عشان اعتذر لك بنفسي. ما انا كنت السبب في اللي حصل لك. لا بس هي عارفه حضرتك حاجه ومدام رانيا حاجه تانية خالص. يا اختي بطلي فزلكه وسيبيها هي ترد. هي اول كلمه تردي بعشرة؟ هيا يا اخويا. صافي يا لبن. حليب يا قشطه. يعني افهم من كده خلاص انك موافقه تشتغلي معانا؟ يا خبر يا مدام، هو انا طول؟ طب ما القعده كده ليه؟ يلا قومي خشي هاتي الفاكهه من المطبخ. ماشي. يلا قومي بسرعه. يا بنتي رايحه فين؟ مش من هنا. هنا. يوه ما تخزيني. بصي بقى عايزاكي بقى تركزي معايا كده. دي ايه؟ دي اوضه الاستاذ كريم ابن مدام دريه. عايزاكي بقى ايه؟ تكنسي كده الاوضه وتنضفيها بس بسرعه ها عشان تساعديني في المطبخ. ماشي. خوخه. اوعي اختي تكسري حاجه كده ولا كده ها؟ لا ما تقلقيش. شاطره. بتعملي ايه هنا؟ بنضف الأوضة. طيب سوري ما كانش قصدي خالص. لا ما أنا واخدة على البهدلة من العيلة دي. بهدلة؟ طب على فكرة بقى ماما كانت موصاني عليكي، وقالت لي ولا كلك دراعي ولا خزقلك عينك الاتنين دول ولا أحرقلك شعرك وأنت نايمة، زي عملت في كل اللي قبلي. يا لهوي. أنا بهزر في إيه؟ يعني بجد مش هتعمل فيا كده؟ لا مش هعمل كده ما تخافيش، ولا تحبي بقى أسلخلك فروة شعرك كلها. يا لهوي. طب يلا بقى شاهري عشان انا ايه؟ عايز البس وانزل. ايه ده؟ ايه ده اللي بتعمله ده؟ ايه في ايه؟ لا ما يصحش كده تقلع قدام. الله؟ طب ما انا بنزل البسين كده عادي يعني. لا 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 ما يصحش برضك. طب يلا بقى عشان انا ايه؟ عايز اغير هدومي كلها، ولا تحب اغير قدامك؟ لا خرفة والله. ايوه حاضر حاضر. العواف يا خالتي. عواف؟ انت خليتي فيها عواف؟ ايه يا بت التاخير ده كله؟ كنت فين؟ اصل ده بعد الحضانه رحت انا وفدوى نشتري هدوم وجاب لنا واحده صاحبتها خرجنا معاها. حضانه ايه وزفت ايه يا بت؟ اوعي تكوني فاكره ان خالتك دقه عصافير، لا يا عينيا شلتهم من زمان. غيري غيري وبلاش الكلام الحمضاني اللي ملوش لازمه ده. انطقي وقولي لي كنت فين، لاما قسما عظما هرجعك البلد من بكره. يا والنبي يا خالتي
انا عايزه اقعد معاكوا هنا، مش طايقه ارجع البلد. انا ورجعت البلد امي هتحبسني في البيت وهتفضل بقى تنجوزني بالكلام، فاتت قطره جواز يا خوخه، عنستي يا خوخه. اقول لها طب اشم هوا؟ تقول لي لا، اقعدي في البيت الناس تاكل وشنا، عدلك هيجيلك لغايه عندك. طب والنبي، والنبي عدل يجيلي ازاي من غير ما حد يشوفني؟ طب خلاص تقولي لي بتروحي فين وبتيجي منين. اصل انا الصراحه يا بنت اختي موال الحضانه ده مش داخل دماغي ولا وداني بصراحه. كده انا اشتغلت عند ناس امره مكان فدوى. هي مش فدوى، قالت انها من زمان سابت الشغل في البيوت. لا سابتهم دلوقتي وشبكتني مكانها. طب وانت يا بنتي عليكي من ده بكام؟ انت محتاجه ده في ايه بس؟ لا اصل انت ما شفتيش الناس دول امره ازاي، وبعدين بيخرجوني معاهم ويودوني النادي، يعني اكني كده بخرج اتفسح مش هشتغل. وبعدين قعدتي جنبك دي يعني هتخليني اشوف حد؟ مش عارفه اقول لك ايه يا بنت اختي، شغل البيوت ده مش سهل، ده كله مشاكل واحنا مش قده. انت يا بنت ما بتسمعيش عن الخدمات واللي بيحصل لهم؟ اشي ضرب واشي اهانه واشي تعذيب واشي بهدله. تعذيب ايه يا خالتي؟ ده كلام تلفزيون. وانا هقول لك حاجه، لو هم عملوا فيا حاجه وحشه هتلاقيني انا سبتهم وجيت قعدت جنبك. بس والنبي يا خالتي اوعي تقولي لامي، ده لو عرفت هتشرب من دمي. خلاص يبقى تسيبيني افكر هقول ايه لامك. بس تاني مره اياكي تتاخري عليا، واياك تخبي عليا اي حاجه انت بتعمليها، مفهوم يا بنت؟ ماشي ماشي. يعني ايه ما جبتيش فلوس؟ نموت من الجوع يعني عشان حضرتك ما جبتيش فلوس؟ ما تموت ولا تولع، قلت لك ما جبتش زفت. ما تنزل انت يا اخويا وتتنحرر كده زي الرجاله وتجيب فلوس بدل ما انت قاعد بتاكل في قته محلوله وبقيت شبه البطه البلدي كده. اشتغل ازاي يا وليه ودراعي متدهول بالشكل ده؟ انت اتعميتي ولا تكونيش فاكره ان يعني بشتغل بمخي؟ انا شغلي كله بدراعي. الهي يتكسر دراعها وتتخزق حباب عينيها ويتقطع لسانها وزه بنت المبقعه. انا بتحاربني في لقمه عيشي؟ صحيح، خير ان تعمل وزه تلقى. انت اللي تستاهلي، انت غلطانه. يا ما حذرتك منها وقلت لك دي تعبان. البنت بتشعط زبايني قصاد عيني، الناس مش عايزه تشتري مني حاجه، تقولش في بيني وبينهم طار، عدوتهم قتلالهم قتيل. ومش عايزين يشتروا منك حاجه ليه؟ اكيد هي اشطر وملحلحة عنك مش لقعيه، ومش على رجليها نقش الحنه زيك. اشطر؟ لا يا اخويا، اللي على رجلي نقش الحنه يبقى حضرتك يا سبع السباع. بدل ما انت يا اخويا قاعد تاكل من عرق النسوان، انزل يا اخويا واتنحرر واشتغل. بتقول ايه وليا يا بنت الكلب؟ اما صحيح مره نقصر باب صحيح؟ لا يا اخويا، انا عماله افكر مين الراجل فينا في البيت المنيل ده، الراجل اللي قاعد بياكل من عرق النسوان فقته محلوله ما بيستكفاش. عيشة طه. عيشة طه؟ اه. طب انا بقى هوريك العيشة اللي طه بجد. تعال يا وليا. انت هتخوفني وعليا النعمه لو جيت جنبي اخلي شمشامي زغرت على وشك كتك نيله. ادي اخره الجواز واخره الهباب، ربنا ياخدك يا بعيد. اوف.